عندما تولد الفكرة، عندما تصاغ الرؤية، وعندما يصنع التغيير، هناك خبر. عندما يقف العالم عاجزاً أمام جائحة، وعندما يتحرك لتغيير اللعبة، هناك خبر. عندما تعلن المملكة أحلامها الجديدة، هناك خبر. وعندما يصل صدى الذي يحصل بالقرب منك إلى أقاصي الكوكب، أو عندما يصبح ما يحصل في أقاصي الكوكب عاملاً مؤثراً في حياتك، هناك خبر. عندما تبنى شراكات المستقبل، وعندما تصنع طاقات المستقبل، هناك خبر. وعندما تهتف الملاعب مجدداً، هناك خبر. هدف أول لمصلحة الأخضر وبطريقة فلاحية. عندما تقفز من مقعدك عند تسجيل الهدف، هناك خبر. وحيث يكون الخبر، هناك الإخبارية. لأننا مصدرك الأول والموثوق، لأننا الإخبارية.